املى بالفرحة عنينا، اهدي ولادنا واحمينا، طالبين رضا يا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. 2016 بالنسبة لنا إن شاء الله هتكون سنة للخير، خطتنا إن شاء الله إننا نتوسع في مساعدة الناس، هنحاول نوصل لأكبر عدد ممكن من المحتاجين، ونحاول مع شركائنا في الخير مؤسسة الدنيا جديدة إننا نلبي احتياجاتهم. مش عايزة حد يزهق من كلمة الخير، لأنه ببساطة الحياة عمر ما هيبقى ليها معنى من غير الخير اللي بيتعمل فيها، وهو ده الباقيات الصالحات، ده اللي هيبقى لنا في آخرتنا مش الدنيا. ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، البر هو كل معاني الخير، يعني علشان نوصل للخير اللي عند ربنا لازم نصرف كده من الخير اللي معانا اللي هو مش بتاعنا، ده الخير اللي ربنا رزقنا بيه. احنا عملنا طبعا رقم حساب بنستقبل عليه التبرعات لمشاهدي برنامجنا النهاردة، ده حساب طبعا رسمي تحت مراقبة وزارة التضامن تبع مؤسسة الدنيا جديدة. الحالات اللي بنوصلها الحمد لله معمول لها بحث اجتماعي وبنحدد درجة احتياجها وأولويته، فاللي عايز يعمل الخير وهو في مكانه يقدر يحول لرقم الحساب ده، واللي ما عندوش رقم حساب عايز يتبرع يقدر يتصل بأرقام مؤسسة دنيا جديدة، هي تبعت مندوبها بالواصل لحد باب البيت. اللي ما يقدرش على ده ولا على ده يبقى ياخد من عندنا مفهوم الخير، الفكرة والعمل لله، ويحاول يطبقه في المنطقة بتاعته بالتدريج لحد ما يوصل الكلمة الطيبة اللي هي برضو صدقة. احنا الحمد لله بقالنا اسبوعين بس شغالين في رحلة الخير الجديدة، واللي بيسألني على حملة ستر وغطا احنا الحمد لله خلاص قربنا نخلصها، بعد ما قطعنا فيها شوط كبير جدا وزعنا الاف البطاطين الحمد لله، وعملنا اكتر من 3 معارض للملابس. احنا في شغلنا للخير بنوصل طبعا للحالة بقى اللي محتاجة، نشوف حالة بعينها سواء كانت محتاجة بقى مشروع عملية، علاج، جهاز عروسة، كرسي متحرك وغيره، وبنروح نصور معاها وبنعرض لكم الحالة مشاهدينا، وانتوا بقى البطل في الموضوع ده، انتوا شركائنا الأساسيين في الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انه الدال على الخير كفاعله، احنا بنحاول ندل على الخير واحيانا بنبقى فاعله الحمد لله، بس انتوا طبعا الفاعل الأساسي مشاهدينا. تعالوا نشوف دلوقتي مع بعض اول حالة كانت معانا الشهر ده في 2016، الحاجة سموكة كانت محتاجة. سموكة موسى احمد موسى، ساكنه بجوار معهد الديني شارع المعهد الديني على طول في اخره، وبيتي المطرب بوظاه كله، وحضرتك زي ما انت شفت كده انت شايف الطبيعه اهو، يعني مش جاي مش عاملين حاجه. هنا بقى لي 30 سنه في وادي النطرون، بنينا البيت ده وكان جوزي معايا وميت بقى له 15 سنه، كان معايا 4 ولاد، بنتي برضو ماتت كان عندها سرطان على الرئه، كان معايا بنت وماتت عندها سرطان على الرئه. بعد والدها ما مات جريت بقى برضو في معهد الاورام شويه يجي 8 سنين وبرضو راحت عند ربنا الحمد لله يعني. انا كنت باخد معاش الشؤون الاجتماعيه القوي 70 جنيه، اما والدي مات اخويا قال لي 70 جنيه ما يكفوش، انا ملك وعاش عاش والدك، وعامل معاش والدي كنت باخده الاول 230 جنيه طول ما خد في البدايه. والله بقى في اللي زي حضرتك ابن حلال ساعدني لما جهزت بناتي وجوزتهم والحمد لله، وجت بقى المرض مسكني بقى بقى لي 8 سنين مع المستشفى بتاع الحسين، ياريت خدت كماء وخدت اشعاع والعلاج اللي هو بتاع الاورام. في الاخر عملت عمليه، قالوا ما ينفعش الرحم يمين الشارع، عملت عمليه زرع انابيب اشعاع، ومعاهم بقى لي 8 سنين دلوقتي بتعالج.
وانا محجوزه ان باضي البيت زي ما حضرتك شايف المطره بوظته خالص، وقاعده كده الحمد لله يعني. التلفزيون لقيت التلفزيون محروق والمراوح محروقه والثلاجه محروقه والحاجات الكهربائيه اللي عندي كلها باظت. باظت والله والله يعني مش كلام، كلها لقيتها محروقه. يوم ما عملت العمليه وانا باخد علاج مخدر 5 سنين ماشي عليه، يعني الحقيقة الجاي على قد العلاج اللي انا باخده الحمد لله. وسافر لمصر، يعني بسافر كل 15 يوم. الاول كنت بسافر كل يوم سابع، دلوقتي شويه شويه يعني ايه قالوا لي كل 15 يوم، فمستديمه بقى كل 15 يوم بروح اخد علاج واجي واعمل متابعات واشعاعات وتحاليل، يعني انا لسه عامله اشعاعات وتحاليل وجاي يوم المطر مباضي. نفسي والله نفسي ادور النبي والله نفسي، ان كان على نفسي نفسي ادور النبي فعلا، وان كان تلفزيون بقى يسليني وانا قاعده كده لوحدي او ثلاجه او مروحه، بس الحمد لله على كده يعني مش اكتر من كده. اما المعيشه هي ماشيه الحمد لله بس وكان يوضبوا لي الاوضه، يوضبوا لي حمام جنبها وخلاص يبقوا كتر خير. مرتبة نظيفة الواحد ينام عليها، ما يعني ما مش أكتر من كده. مشاهدينا، نقطة مهمة عايزة ألفت نظركم ليها هي فكرة السرعة في عمل الخير. عايزة أقول لكم إن الحاجة سموكة زي ما شفتوا صورنا معاها وفي أقل من أسبوع كنا جايبين لها الحمد لله الحاجات اللي هي محتاجاها، ورحنا صورنا معاها التقرير التاني اللي هنشوفه دلوقتي. طبعا ده عمره ما يتحقق من غير جهودكم معانا، لأنه كل ما كانت الفلوس متوفرة كل ما قدرنا إن احنا نحقق حاجة الناس بشكل سريع وأكتر كمان. وربنا دايما لما بيجي كلام على الخير بيقول لنا سارعوا، في آية تانية بيقول سابقوا. هو ده المجال الحقيقي للمنافسة. الواحد لما يشوف حالة معينة محتاجة شيء بسيط على طول يجري يديها لها، بتكون عايزة دايما حاجات بسيطة من احتياجات الحياة، وربنا موسع عليه على طول يفتكر السابقون السابقون أولئك المقربون. يا رب دايما نكون من السابقون اللي بيتسابقوا في عمل الخير. تعالوا نشوف مشاهدينا فرحة بقى الحاجة سموكة في تقريرنا اللي جاي. مبسوطة الحمد لله، مبسوطة صراحة مبسوطة دي شوية والله العظيم ما كنتش مصدقة يعني الحاجة دي بصراحة، يعني الإنجاز ده بسرعة كده مش عارف، ما كنتش مصدقة بجد يعني لما أنا شفت وحصلت معايا، والحقيقة حصلت معايا يعني ما كنتش مصدقة. أنا كنت بشوف الحاجات دي كتير في التلفزيون بس ما بصدقش صراحة ما صدقتش بقى لما حصل الموضوع ده معايا وصدقت وجاني فعلا، وربنا يخليهم يا رب. انا بشكر كل اللي ساح وكل اللي وصلني بيه بصراحه، واللي كان السبب ان انا ان انتوا تقولوا تشرفوا، والله بشكره بشكره جامد يعني بصراحه، يعني بشكر كل اللي ساهم في الحياه وربنا يجازيهم خير يا رب. حاسه بفرحه بصراحه مش عارف، مش قادره اعبر لكم مش عارفه يعني والله والله انا ما كنتش متوقعه ان الحاجه دي هتيجي بصراحه يعني.
النهاردة قدرنا اللي احنا نجي للحاجة سموكة ونوفر لها حاجات كتير. طبعا ده بفضل التبرعات بتاعت الناس وخاصة بعد التقرير اللي حضراتكم زعتوه. طبعا التقرير اللي حضراتكم زعتوه يعني الحاجة ما كانش عندها اي حاجة خالص، تعتبر الشقة بتاعتها كانت فاضية، فالحمد لله قدرنا اللي احنا نوفر لها تلاجة وغسالة وتلفزيون وبوتاجاز وانبوبة وتلفزيون ورسيفر، وان شاء الله الناس تتفاعل معانا اكتر من كده، لان في حالات زي كده كتير جدا وحالات يمكن اقل من كده، فربنا يكرم ان شاء الله ونقدر اللي احنا نخدم ناس كتير يعني.